تخيل تفيق شي نهار وتلقى الحرب في بلادك، ولكن هاد المرة العدو مغرب شالك، يقدر يكون أعز تقليك، جارك أو حتى شريك حياتك. في الماضي كان سكان رواندا عايشين متحدين كعرق واحد. جاء الاستعمار البلجيكي وقسم السكان إلى عرقين معتمدين على قياسات الوجه وعلى حسب مستوى المعيشة، وقسموهم لمجموعات الهوتو والتوتسي. وهذاك الوقت كانت مجموعة التوتسي أقلية ولكن كانوا الأغنى، وهذا الشيء شعل نار الغضب في مجموعة الهوتو اللي كانوا أفقر. عام 1994 طاحت طائرة الرئيس الرواندي في هذاك الوقت هابياريمانا، ومات هو واللي معاه. تماك اغتنموا مجموعة الهوتو الفرصة وبدأوا عملية الإبادة الجماعية ضد التوتسي. قتلوا الجيران جيرانهم، وبعد الأزواج قتلوا عيالاتهم اللي كانوا من التوتسي. كانت بطاقة الهوية هي الشيء الوحيد باش تعرفوا العرق ديال الأشخاص. وخلال 100 يوم تقتل نحو 1,000,000 شخص في رواندا، رجال نساء وأطفال. من بعد سيطرة قوات البلاد على الحرب وانتهاءها، كانوا أزيد من 1,000 شخص من مجموعة الهوتو اللي هربوا باش ميتحاكموش. وبعد ترأس كاغامي حكم البلاد، قدر أنه ينقذ بلاده من الفقر والمجاعة، وولات من دماء المذبحة الأسرع اقتصادات إفريقيا. ورجع الكلام في الاختلاف العرقي جريمة كيحاسب عليها القانون، ورجع السلام للبلاد. ولكن تتبقى هاد الإبادة وصمة عارف تاريخ الإنسانية، وأبشع حرب عرفها التاريخ في القرن 20. لن ننسى